هلا بطبيعه الحال البيتكوين والايثيريوم هن بطبيعتهم مباشره كورليتد، او بيضلوا تقريبا اغلب الوقت ماشيين مع بعضهم، او بنلاقي ارتفاعات بالبيتكوين بنفس الوقت عم نلاقيها عم ترجع تترجم بالايثيريوم بنفس الوقت بالانخفاضات. اللي بيصير انه مثلا بالاي تي اف تحديدا اللي هن اغلب المستثمرين فيها هن المستثمرين طويلي الامد، فبالنسبه لهم بيعتبر اللي عم يشتري الاي تي اف انه قادر يحملها لشهر او شهرين او حتى سنه وسنتين او اكثر بقى او اكثر بكثير، بينما الموجودين بالمنصات التداول هن قصيري الامد، يعني ممكن يحمل الايثيريوم او ممكن يحمل هيدي الاسيت لساعات معدوده حتى. اللي بالفرق الممكن الكثير كبير اللي ممكن نشوفه انه اللي عم يشتري ساعات بيقدر يشتري شيء اللي بيعتبروه اكثر مثل سكيورد اكثر، اللي له فتره طويله اكثر موجود بالماركت وفي الى حد ما ايمان فيه اكبر اللي هو البيتكوين. بينما بنفس الوقت الايثيريوم اللي هو اذا بدنا نرجع تاريخيا لل 2015 وال14 تقريبا اجى هو عم يجرب يحاول يكون بديل عن البيتكوين، لكن مع مرور الوقت وقدم صراحه نتورك جديده واسلوب جديد والافكار الجديده حتى بطريقه تعامل النتورك وحتى الابلكيشنز اللي ممكن تمشي عليها، لكن مع مرور الوقت اللي تبين انه لا في اكثر من بديل اجى تو ريبليس الايثيريوم، فمثل الى حد ما صار في مثل تعدد بالخيارات. فأنا برأيي إدراج الإيثيريوم كان إلى حد ما في يعتبره شيء جيد جدا حاصل بالنسبة للإيثيريوم، بل بالعكس كان بيضر أكثر. برأيك هل هذا كان متوقعا أم جاءت النتائج مخيبة للأمل؟ صراحة اللي كان متوقع انه ترجع تزيد الزخم بالبيتكوين اكثر من الايثيريوم، لانه بطبيعة الحال مثل ما نحن بنعرف من خلال السنوات الماضية الكل كان عنده تحفظ ومثل الكره للي كان عم يصير بالبيتكوين او لوجود البيتكوين بحد ذاته، يعني البانكر او هذا المدير الصندوق او السياسي بالنسبة له البريد اند باتر او اسلوب حياته اليومي اللي كان معتمد على النظام المصرفي تجي نجي نقدم شيء جديد اللي هو البيتكوين بطبيعة الحال ما راح يقدر يتأقلم عليه. فهذا الجدار اللي كان موجود ما بين العالم الاستثماري او العالم المالي والبيتكوين او وجود العملات الرقميه الجديده انكسر بوجود بادراج البيتكوين، بينما بادراج الايثيريوم كان عامل عم يزيد نوع من الثقه الاكبر بالبيتكوين وليس بالايثيريوم صراحه ولو برايي الشخصي هذا. طيب اليوم نرى هناك تغير في مواقف الحزب الديمقراطي الأمريكي تجاه العملات المشفرة، الديمقراطيون بشكل عام غير مشجعين للعملات المشفرة، ولكن رأينا تغيرا في مواقف كامالا هاريس خصوصا مع أنها حيث أنها ستقوم بالتواجد بحدث خاص بهذه العملات قريبا. هل أصبحت العملات المشفرة طريقة لدعم العملات الانتخابات الأمريكية، خصوصا أنه يعني هناك جزء كبير من الأشخاص يعني مستثمرين بهذه العملة؟ أضف إلى ذلك أنه ترامب يستقبل اليوم التبرعات لحملته الانتخابية بالبيتكوين. صراحة إذا بنشوف نحن في بالسوسايتي أو بالمجتمع الأمريكي في شرخ كثير كبير صار ما بين المؤمن بالبيتكوين أو مؤمن باللامركزية المالية والمؤمن بالمركزية المالية أو الفيات بالميل الثاني، فهذا الشرخ ولو ممكن ما عم ينحكى عنه كثير لكن هو صار أمر واقع، فبالتالي بطبيعة الحال هذا الشرخ ممكن يستفاد منه أو ممكن مع الأسف فينا نعتبره أكثر ممكن يستغل بالمرحلة الانتخابية مثل ما نحن شايفين بالانستابيليتي او بعدم الاستقرار الموجود ان كان السياسي ولا ان كان الجيوسياسي خلينا نسميه اكثر او حتى الانتخابي. فبطبيعه الحال الحزبين عم يجربوا يستميلوا هيدي الفئه الكثير كبيره من اللي هن النون فيات او المؤمنين بالديسنتراليزيشن الماليه او باللامركزيه الماليه، فالاثنين عم يجربوا يستميلوا البيتكوين ولو مثل ما نحن بنعرف حتى يعني حتى لك حتى على الديموكراتس الريببليكانز ترامب كان من ألد الداعمين ألد الأعداء للبيتكوين مثل ما كان يعتبر حاله بأيام فترة لما كان موجود بالبيت الأبيض. صحيح. فالتغير اللي صار إن كان موجود عند الديموكراتس وعند الريببليكانز بنفس الوقت، لأنه بطبيعة الحال في شريحة كتير كبيرة أو حتى يعني شريحة كتير كبيرة اللي هي أعمارهم ما بين ال 21 وال 35 سنة تقريبا، لأن أكثر من نصهم صاروا تقريبا إذا ما بيستعملوا البيتكوين أو ما بيملكوا البيتكوين على الأقل بيستعملوا أو بيعرفوا فيها أو حتى بيستمالوا إلى هذه الجهة من الاقتصاد.